مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حدث هذا اليوم على قناه التاسعه. ماذا يحدث داخل التعليم العالي في الجامعات؟ اضرابات وايضا اضرابات مفتوحه موجوده باش نحكيوا فيها وفي تفاصيلها، وايضا في البحث العلمي وفي الاصلاح التعليم العالي مع السيد الوزير سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. شكرا. وشكرا لك على قبول الدعوه. باش نحكيوا في الجزء الثاني مع النائب منذر بالحاجه لي، يقول عنده معطيات مهمه باش نحكيوا في تفاصيلها حول الموازنات الماليه، حول زاد كيف العجز التجاري باش نحكيوا في تفاصيلها. ترافقني كالعاده مريم عزوز، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك شكر، مرحبا بمشاهدي قناة التاسعة كل. وياسمين الحمروني، أهلا وسهلا. حرصنا ما شاء شكر، أهلا وسهلا. حوصل لأهم الأحداث. طبعا الحدث هو تقديم اليوم آخر أجل لتقديم مطالب الترشحات للبلديات. اليوم آخر نهار، وعن العدد قديش حتى المسافة متاع القائلة هي الهيئة العليا اللي زي المستقلة للانتخابات اللي خرجت قبيلة بلاغ قالت أنه العدد الجملي لمطالب الترشح للانتخابات البلدية بلغ حتى اليوم كما قلنا مثلثة من نهار الثامن اللي هو اليوم لقبول الترشحات 1741 مطلب، منها 948 قائمة حزبية و 689 قائمة مستقلة و 104 قائمة ائتلافية. الهيئة زاد أفادت في البلاغ نتاعها أنه الإدارة الفرعية بالمستير هي الإدارة الأكثر استقبالا للمطالب اللي عددها 159 مطلب، مشيرة إلى أنه نسبة تغطية البلديات بلغت 100%، خاطر سجلت كل البلديات واللي بلغ عددها 350 بلدية كلها سجلت إيداع مطالب ترشح. شنو تنجم تقول على الرقم هذا سيد الوزير؟ والله حاجه تسر، لخاطر احنا خفنا في الفتره الاولى اللي شفنا لي برشا بلديات قعدوا بلاش قوائم، ولكن توا هذا يسر انه العدد كافي. ولكن هذا يورينا اللي عندنا موعد مهم جدا، لانه في الرساء الديمقراطيه اللي عندنا في بلادنا يظهر لي الموعد هذا اهم حتى من مواعيد اخرى، وزمنا نزيدوا نحكيوا فيه. وعلى فكره ما يفرحش برشا، لانه حسب الارقام التفصيليه ثم اليوم معناها في بلديات ما فيها تقريبا قائمه ولا زوج قائمات، ساعات قائمه برك، معناها الاختيار باش يكون اقل وما ثماش اختيار جمله. اي خاصه في البلديات الصغار وجدد، احنا متعرف تعدينا من 200 وشويه ل 350 بلديه، هذا العدد رقم كبير برشا، ولهذا يمكن ما بعض الاحزاب ما كانتش مهيئه للعدد الكافي. هذه فتره معناها اكسبيرينس الاولى، ولكن تعرف لاول مره باش يكونوا عندنا 7000 منتخب في بلادنا، وهذا حدث معناها لا مثيل له في تاريخ تونس. شو رايك مريم في تقريبا اليوم اخر اجل لتقديم مطالب الترشحات؟ حكينا البارح على العدد، اليوم حسب الرقم الاخير اليوم، هل تعتبر هذا الرقم اليوم رقم محترم ولا ضئيل وما يشجعش؟ هو في المجمل نتاعو الرقم ضئيل، وكان نزيدو نشوفوا انه القائمات يعني القائمات مركزه بنسبه كبيره، عدد كبير منها في بعض المناطق، وفما مناطق اخرى كيف ما قلت فيها معناتها بارح بركه باش وصلوا، كانت العديد من المناطق فيها قائمه بركه ولاو فيها زوز قائمات ثلاثه قائمات، هذا ما يفرحش برشا. لكن ديما نقولوا فما انتخابات قاعده تمشي، القائمات تتعدات حسب يعني اللي سمعته انا من القائمين بالعمليه والناس اللي ترشحت وعملت قائمات وكل، صعيبه ياسر كانت العمليه عليهم، انه كل المترشحين يلزم توفر لهم اوراقهم والامضاءات والاجراءات الاداريه اللي قاموا بها. فما ناس البارح في تحكي على التحضير اللوجستي معناها الانتخابات البلديه، تحضير القائمات في حد ذاتها واللوجستي من بعد باش يزيد يظهر من بعد التحضير اللوجستي والاتعاب نتاعهم بعد تعب يعني والتبعيات وكل، لكن تعبوا بالكدا البارح في الليل والناس باش اليوم كملوا كمان. فما عدد يكون 20% اليوم زادت في عدد القائمات مقارنه بوت البارح مش حتى بالبارح، دونك لانه ثم ناس ما تحضر روحها كان في اخر وقت، الاحزاب اللي تحترم روحها والناس اللي تحب تتقدم لهذا الموعد المهم تحضر تقريبا اي ما عندهم ثمانيه مصيف تحضروا فيه بالضبط عددها. احنا نقولوا مع التاخيرات اللي صارت الكل كانت فرصه يعني انهم باش يحضروا رواحهم اكثر لوسع. احنا حكينا ديسمبر وبعد مشينا قدمنا وقدمنا ومارس وصلنا لمي،
معناتها كان فما لارجمون لو طون باش الناس يحضروا رواحهم والاوراق اللي تحضر للترشحات والمترشحين يعني كنت تنجم تحضر حتى 6 شهور 3 شهور 4 شهور التالي كان احنا ديما هكاك الغصره هي اللي تحكم فينا وزيد ما كانوش يعرفوا اهميه الاجراءات هذه اللي باش تقوم بها كل شخص كل مرشح في القائمه حتى قائمه اللي فيها 60 كل واحد يصحح وحده ويعمل تعريف بالامضاء ويحضر الاوراق اللي لازمه حتى من الاحتياطيين اللي موجودين على القائمه دونك التحذيرات ياسر المهم انا اقول حسب رايي انا البروسيسوس نتاع الانتخابات مشي دخلنا في مرحله الانتخابات في الامتحان الانتخابي وماذا بينا الناس تمشي تصوت حسيتك حبيت تستدرك سيد الوسيط اي لا لا انا حبيت فقط نذكر اللي راهو قاعدين نتعلموا في الديمقراطيه معناها احنا توا كيف نحلوا لازم ننسبوا شويه معناها صحيح ماذا بينا خير وماذا بينا اكثر عباد وماذا بينا اكثر قوايه وماذا بينا اكثر شفافيه زاده وهذا ما نطمحوا له ولكن في نفس الوقت نذكروا اللي راهو احنا ديمقراطيه ناشئه معناها ما عندناش الخبره الكافيه للاحزاب السياسيه للمواطنين دونك هذا كل قاعدين نتعلموا فيه ومهم جدا انه احنا ايضا كجامعيين انتم كاعلاميين توعوا لانه اهميه اللعبه الديمقراطيه هذه لتسيير بلادنا عندها اهميه كبيره برشا ليست فقط حكايه اشخاص او اختيارات ولكن هي حكايه مستقبل بلادنا والناس لازم تفيق بهذا سيد الوزير المشكله مش في الاشخاص المشكله في انه اليوم ثم شبه قناعه عند الشباب على الاقل والناس اللي تمشي تنتخب انه اليوم الانتخابات ماهيش بتغير لهم حتى شيء الواقع نتاعهم مش باش يتغير شافوا هذا في الانتخابات الرئاسيه شافوا هذا في الانتخابات التشريعيه بالتالي اليوم الإشكال في إقناعهم بأنه بالانتخابات البلدية نجم تبدل شوية أما لا الانتخابات البلدية مختلفة جدا لأنه الانتخابات البلدية تبدل الحياة اليومية متاع المواطن معناها كياسه الضوء متاعو الزبلة متاعو اللي باش تهز النظافة معناها الحياة اليومية متاع المواطن والعائلة التونسية باش تتمس بالجمعيات وأكثر من هكا بالبلديات وأكثر من هكا خاطر القانون الجديد اللي باش توا باش يقع التصديق عليه قريبا يعطي صلاحية كبيرة برشا للبلدية من ناحية الجمعيات من ناحية التاكس لوكال اللي باش يخلصوهم العباد معناها راهو يلزمنا يمكن من هنا للانتخابات نزيدوا نبينوا أنه أهمية هذه الانتخابات في الحياة اليومية كما قلت أنت للناس الكل من الشبان للعائلات أو أكثر يمكن من التشريعية ولا الرئاسية أي لكن هذه سيد الوزير نحب أقول لك أنه هذه رابع عملية انتخابية باش يخوضها الشعب التونسي أن 2011 انتخابات المجلس التأسيسي ومن بعد في 2014 خذنا زوز انتخابات يعني تشريعية ورئاسية دونك معناتها حتى ليزي استنست بتنظيم الانتخابات والشعب التونسي ابخي بعد 3 انتخابات نجم تقول استنست بالانتخابات اليوم ديمقراطيه ناشئه صحيح لكن المشكل انه بعد 3 انتخابات نقاو استقاله من الشان العام للشباب يعني الطبقه السياسيه والناس اللي انتخبوهم ممكن ياسر انهم ما مسوهمش وما كانوش في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم هذه اول انتخابات بلديه هذه اول فرصه لتونس لتكريس الديمقراطيه المحليه هذاك علاش على الأقل تكون فما كوميونيكاسيون عمل إعلامي أكثر من الناس الكل حول أهمية الانتخابات هذه وتحسيسهم بأهمية أنه يمشي ويصوت المرة هذه المرة هذه ما ينجمش يكون ديسو لأنه هو باش يكون منهم فيهم ما همش باش تكون سياسيين يعني يحبطوهم أو يفرحوهم صحيح على كل بشيو الأخبار اللي هم مثلت بأخبار أخرى باش نعلقوا عليها سيد الوزير وزير وزارة الدفاع تتولى علاج المواطنين المصابين بالألغام أو جرح الألغام. أي هذا حسب تأكيد اليوم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اللي زار المستشفى العسكري بتونس لزوز رعاة أغنام أصيب الأسبوع اللي تعدى في انفجار لغمين بجبل شعام بيأكد على إنه الوزارة باش تتكفل بجميع مصاريف مراحل علاجهم في إطار المساواة مع العسكريين وتأمين نقلهم لحصص العلاج بالمستشفى. هو الإشكال زاد من بعد كيفاش باش يخدموا الناس هذوما اللي ربما فيهم اللي باش يكون باش يفقد ساقيه طبعا بالالغام هذا الاشكال العلاج يعطيهم صحه وزاره الدفاع انه تكفلوا به لكن بعد زاد مستقبل الناس هذوما شنو وين باش يكون وكيفاش باش يكون وخاصه المناطق الجبليه ذي اللي هما عايشين منها ما عندهمش مورد رزق واحد اخر يعيشوا منه لكن هو نورمالمون في العاده يكون يعني مسار كامل سياق كامل لاعطاء يعني يتسمى الاعتراف للناس اليوم احنا في حاله حرب على الارهاب أو حالة عدم استقرار من ناحية أن عندنا خطر الإرهاب هذا في فرنسا 35 ألف مواطن يتمتعوا بالأفونتاج هذا بالامتيازات هذه امتيازات شنو تتسمى لي بوبي دو لا ناسيون لي بوبي دو لا ناسيون هما ناس يعني كيفاش بالعربي يقولوا بؤبؤ الوطن دونك الناس هذوما اللي
ضحايا التفجيرات، الحرب، كل ما هو حتى اللي التحقوا، حتى اللي صار في السنوات اللي فاتت من ضحايا الإرهاب، وكل ناس شكل من الاعتراف يكون عندهم يعني فلوس شهرية توصل لهم، حتى رمزيا عنده يعني امتيازات أخرى في العلاج في الصحة، حتى اعتراف في الحفلات في المراسم الرسمية والوطنية يكونوا هما يعني مكرمين. هذا عادي جدا، وهذا اللي لازم تعمله تونس لولادها، للناس اللي تغدروا بالإرهاب وتغدروا بكل يعني طرق الحروب هذه اللي تتشن على تونس، بما أنه الإرهاب هي حرب مسلطة علينا اليوم وتواجه الناس الكل، وفما ناس استشهدت مسكينة خاطر قدموا رواحهم وكانوا موجودين حتى في مواقع ما اختارش هو، كان موجود في مواقع اللي قريبة من الخطر. إلى خلاف آخر بين الأطباء ووزارة الصحة، القانون الأساسي للأطباء المقيمين هل مازال مصدر خلاف بين الوزارة ومنظمة التوصيل مازال موجود؟ خلاف علاش؟ خاطر اليوم كانت فما جلسة انعقدت بين وزير الصحة ووفد عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وتم الاتفاق فيها على إصدار القانون الأساسي للأطباء المقيمين. في الوقت نفسه المنظمة التونسية للأطباء الشبان نفات هذا وقالت أنه الجلسة ما توصلوش فيها إلى أي اتفاق، وأنه الوزير غادر القاعة على إثر تجنج الأجواء. خلينا نسمع التصريح هذا ونفهموا منه اليوم شنو اللي صار. اتفقنا على أن القانون الأساسي يصدر كما الشيء هذا وعدنا به في الوزارة منذ 15 ديسمبر. القانون الأساسي رأوا عنده 7 سنين وهم يطالبوا به، مش مطلب انطلق اليوم. أنا من اللي معناها بدأت مسؤوليتي على رأس وزارة الصحة، السيد رئيس الحكومة في الحديث معه على التوجهات ولا الأولويات والبرنامج متاعنا، القوانين الأساسية اللي تهم قطاع الصحة الكل مش ننظروا فيها، وبالتالي مش فقط ما يتعلق بالأطباء الشبان. خلينا نأخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذا، خاصة في علاقة بهل إصدر القانون الأساسي للأطباء ولا ما إصدرش. خطر اليوم نشوف تأكيد الوزير ومنظمة التونسية للأطباء الشبان تقول لك لا ما زال ما إحضرش. بعد شوية نأخذ التفاصيل مع زياد بوقرة عضو المنظمة التونسية للأطباء الشبان حتى يعطينا أكثر تفاصيل. كان بحثنا هنا وحكينا على مشاكل الأطباء. القانون الأساسي سيد الوزير في كل القطاعات مشكل كبير اليوم، حتى الأساتذة الجامعيين اليوم يستناو في مسألة القانون الأساسي، مسألة تنحكيو بعد شوي على السلم التدريجي، لكن القانون الأساسي اليوم زاد من بين الحاجات اللي تنقص الأساتذة الجامعيين. صحيح حتى نحكيو فيه، ومن مخرجات الإصلاح النظام الأساسي خاص بالأساتذة وتغييره، ولكن فيه العديد من الامتيازات والإيجابيات اللي باش نقوموا بها في الأسابيع القادمة، اللي احنا وقع إقرارها في المؤتمر الوطني للإصلاح في ديسمبر 2017، وإن شاء الله نفعلوها في القريب العاجل. اللي عليه بعض الكلام هذا الإصلاح اليوم، وتقال إن الوزير يحب يمشي بإصلاح وحده. أيوه. تنحكيو فيه بعد شوية. تنحكيو توا على الأطباء الشبان، قلنا زياد بوقرة اللي هو عضو المنظمة الوطنية للأطباء الشبان. مرحبا سي زياد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اصدر القانون الاساسي ما اصدرش، الوزير يقول اي انتم ما تقولوا لا، اعطينا اليوم وجهه نظركم الساعه قبل كل شيء في كلام وتاكيد وزير الصحه بانه ثم وقع الاتفاق على اصدار القانون الاساسي. بالنسبه للاطباء المقيمين بطبيعه الحال، الاطباء الداخليين والمقيمين، بالنسبه للاجتماع اللي دار اليوم وانعقد اليوم في وزاره الصحه، كان لنا لقاء مع السيد وزير الصحه منذ تقريبا 10:30 صباحا، تناولنا كل النقاط اللي طرقنا يعني اللي طلبنا بها نحن في علاقه بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للاطباء المقيمين والداخليين، في علاقه كذلك باعاده هيكله الدراسات الطبيه وما يسمى بالريفورم، ومطلب المساواه في الاجر بالنسبه للاطباء الاجانب، وكذلك بالنسبه لشروط العفاء في الخدمه المدنيه. الحقيقه لقينا تجاوب من سياده وزير الصحه، ثم يعني تفاعل إيجابي، قدمنا في العديد من النقاط ولكن تجاوب كان شفاهي، واتفقنا أنه باش نقرروا يعني صياغة محضر جلسة يكون فيها تدوين هذه الاتفاقيات في وثيقة تكون مكتوبة ونشاركوا نحن في صياغتها. السيد وزير الصحة يعني اعتذر أنه لازم عنده أن انجاجمون معناها مع إذاعة باش يقدم تصريحات، ووصلنا نحن العمل على هذه الوثيقة حتى نخرج بحلول. تدخلت سيدة يعني المدير العام للصحة ودخلت يعني في النقاشات وفي المفاوضات. فوجئنا حقيقة بأنه تعرضت للنقاط وكانت عارضتهم،
وكانت عاودة اتطرقت لمحتوى تلك النقاط، يعني على خلاف ما تعرضنا له مع السيد الوزير اللي ابدا معناها تفاهم للنقاط هذه وقال ان هي نقاط مشروعه ونحن موافقين على الصيغه اللي اقترحتوها، لان نحن بدرنا بصيغه يعني جاهزه وقمنا بتطرق الى الامكانيات القانونيه اللي نجم نعديو بها الصيغه هذه. السيده يعني فلفول قامت بمعارضه هذه الوثيقه ومعارضه هذه الطلبات، وكنا كل مره نتناولوا موضوع من المواضيع فيما يخص القانون الداخلي والنظام الاساسي او اعاده هيكلة الدراسات الطبيه كانت تقوم بالاعتراض وتلقى مشاكل ويعاودنا نلقاو روحنا في النقطه صفر، يعني قاعدين نعاودوا في النقاشات من الاول جديد اللي هي مساله معناها قمنا بها في عديد المرات مع السيد وزير الصحه، كان لنا لقاء البارح مع سياده رئيس الحكومه اللي ابدا معناها موافقته على القانون الاساسي والنظام الداخلي وتعهد بانه سيصدر في اقرب الاجال في الرائد الرسمي. نلقاو روحنا اليوم ثم زوز اراء مختلفه من نفس الوزاره، حيره صارت لنا داخل الريونيون هذه داخل الاجتماع، وحبينا الحقيقه ان تكون ثم اكثر جديه في تناول الموضوع هذا، وقلنا للسيده مديره العامه للصحه انه ماهوش معقول كل اجتماع يرجع بنا للنقطه صفر نلقاو روحنا قاعدين نناقشوا في فحوى هذا الاجتماع ومانيش نناقشوا في الطريقه يعني ما الوصول الى حل. ما خرجتوا بشيء سي زياد؟ حقيقة معناها ما خرجنا بحد شيء لأنه ثم بلوكاج في علاقة بالصياغة، ما نجمناش نصيغوا الوثيقة هذه اللي تفهمنا بالنقطة بالنقطة، حتى خريطة الطريق اللي قدمناها نحن واقترحناها على السيد الوزير اللي كان موافق عليها في علاقة بالميزوغ ترانزيتوار، معناها في علاقة بالأحكام الانتقالية فيما يخص الناس اللي تقرا توا بنظام طب العائلة، وفي علاقة بشهادة الدكتوراه والمحافظة عليها وكل تلك النقاط تطرقنا لها، ثم معناها توجد بموافقه من السيد وزير الصحه، ولكن عند انسحابه وذهابه الى الاذاعه جاءت السيده مديره العامه للصحه وعارضت تلك النقاط. حقيقه معناها في وضعيه كيما هكا ما نجموش نكملوا النقاش، لقينا ان بلوكاج توتال، لذلك خيرنا ان ننسحب من الجلسه وانه هما يتناولوا باكثر جديه هالموضوع هذايا ويعطيونا قرار موحد نجموا نحن نتفاعلوا معاه ونجموا نقدموا به القدام. يعني يضربكم الدكتور مازال متواصل بطبيعه الحال، اذا كان ما وصلناش لاتفاق وكنا اعلناه منذ البدايه، اذا كان وصلنا لاتفاق يرضي كل الاطراف ونحن ظهر لي حاولنا باش نرضيه كل الاطراف، ولكن نلقاو شكون موجود معناها عنده مشكله مع هذه الاقتراحات الى بلوكي الحوار، دونك ما نجموش نقدموا وباش نواصلوا الاضراب نتاعنا الى ان نوصل لاتفاق. نحن فاتحين الحقيقه معناها ايدينا للحوار ومستعدين باش نناقشوا، ولكن نناقشوا على ارضيه واضحه اتفقنا فيها من قبل، ما نرجعوش في الحوايج اللي اتفقنا فيهم واللي كنا فاليدي معناها اوبارافون. اليوم وزير الصحه قال ثم اشكاليات مع وزاره التعليم العالي، ما نعرفش شنو بالضبط عندكم اشكاليات مع وزاره التعليم العالي، لانه السيد الوزير بحذايا هنا، اذا كان ثم اشكاليات نجم نحكيوا فيها. الحقيقه هو ما ثمش اشكاليات مع وزاره التعليم العالي فيما يخص الريفورم، معناها ثم بعض النصوص اللي يلزمها تنقح والمحافظه على شهاده الدكتوراه، ما نتصورش ان السيد الوزير ضد المحافظه هذه، ديجا ابدا موقفه كانت عنده حتى معناها سينياتور على محضر اتفاق سابق في علاقه بهذه التحويرات. نحن نشوفوا في تفاعل ايجابي كذلك من وزاره التعليم العالي، ما نشوفوش حتى مشكله، المشكله الوحيده اللي في كل مره تصير مفاوضات مع مدير العام للصحه، نلاحظوا اللي لامر الحقيقه ولينا نستغربوه، كل مره يصير ان بلوكاج، يصير معناها رفض للمطالب نتاعنا او بطريقه اخرى تحويل لوجهه هذه النقاشات ونوليو نتناقشوا في ديتاي تكنيك اللي ديجا تناقشنا فيهم. واضح. دكتور زياد بوغره شكرا لك، عضو المنظمه الوطنيه لاطباء الشبان، على التفاصيل هذه بخصوص الجديد في اضراب الاطباء الشبان. امور وزاره التعليم العالي مع الاطباء ما ثماش مشاكل. لا بس. به. جلسه عامه للحوار باش تكون مع رئيس الحكومه في البرلمان قريبا. ايه، حسب قرار مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم قرر عقد جلسه عامه للحوار مع رئيس الحكومه في الفتره الممتده من 7 ل 15 مارس 2018 حول الوضع العام في البلاد. معناش تفاصيل على برنامجها سيد الوزير الجلسه العامه هذه اللي بتكون مقرره مع رئيس الحكومه طبعا مع الطاقم الوزاري نتاعو. اي معنا في العادة نمشيو مع سيد رئيس الحكومة، لا هي كالعادة تفاعل مع السادة النواب بصفة دورية، يكون فما فيه تنسيق في البرمجة فقط، ولكن كالعادة على كل المواضيع معناها شأن العام في تونس.
قضية كانت محل جدال كبير في الرأي العام، قضية بين الميكانيكيين وقائد الطائرة اللي كانت في خطوط الجوية التونسية، تحكي عليها برشا ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل. يظهر لي ثم الجديد في هذه القضية اسمي. أي هي الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس اللي أصدرت البارح الأربعاء حكمها في قضية تبادل العنف بين مساعد قائد طائرة وميكانيكي في الخطوط الجوية التونسية، وهذا بتخطئة كل منهم بخطية مالية قدرها 300 دينار، والحكم بعدم سماع الدعوة في القضية اللي رفعتها شركة الخطوط التونسية ضدهم الزوز بتهم تعطيل حرية العمل. يذكر أنه الشجار اللي صار بين المتهمين اللي كان زاد أدى الخلاف اللي نشب على بين الطرفين على متن الطائرة اللي كانت ماشية لباريس ورقمها 716 إلى تعطيل العمل. يرجع أسباب الخلاف هذا إلى تشابه الأزياء بين الطيارين والفنيين بعد قرار الشركة توحيد الأزياء، مما خلق توتر في العلاقة بين السلكين وصل إلى حد تبادل العنف كما اللي رناه صار في 2017. القضية تحكم فيها، لكن الناس اللي توخرت الرحلة بتاعهم شكون يعوض لهم؟ هو ميكانيكي وبيلوت، يعني قائد طائرة ميكانيكي، معناتها زوز أشخاص عطلوا شوف قداش من شخص، وتونيسير وقفت، وزيد فوق من هذا كل يعني ريبوتاسيون سمعة متاع الخطوط الجوية التونسية اللي توا قداش عنا وإحنا نعاني ولينا لا، والناس اللي توخر رحلاتهم ما تعرفش عليهم شنو تقف أي. الكمباني كاملة يعني ناقلة كاملة تقف على خلاف ما بين تكنيسيان وبي ان تي وبين وبيلوت. واليوم بالحق الناس هذوما اليوم كيفاش يعملوا باش بالحق كيفاش نعوضوا لهم التاخير، واللي عنده مواعيد واللي عنده علاش بيكون عنده برشا فلوس تستنى فيه كيف كيف. بالضبط بالضبط. وزيد فوق من هذا كل سمعه نتاع الخطوط الجويه التونسيه اليوم وين مشينا باللي غوتار وبالعرك وبالضربات وبالحكايه هذه كل، وبس سرقه الامتعه هذا كيف كيف في مطار تونس قطر. على كل نمشي ونقضوا في القضايا. في قضية عمرها 6 سنوات تقريبا، الحكم في حق ياسين العياري. أي أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس حكمها على نائب البرلمان ياسين العياري برفض الاعتراض شكلا لسقوط العقاب بمرور الزمن من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصالات في القضية اللي ترجع لعام 2012. إلى أخبار يهم المنظمات الدولية، العفو الدولية تقول أن تونس استخدمت حالة الطوارئ لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل. هذا حسب تقرير أمنيستي منظمة العفو الدولية تقريرها 2017-2018 اللي نشرته اليوم، قالت أن السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل. وبين أمنيستي أنه تم تجديدها 5 مرات على مدار السنة والمدة تراوحت بين شهر و3 أشهر. قالت زادة أن الشرطة نفذت حملات قبض تعسفية ومداهمات للمنازل دون أذن قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تزايد محاكمات المتظاهرين السلميين في برشا مناطق في تونس. هذا يهم سمعة حكومتكم سيد الوزير والحكومة في تونس، إذا كان اليوم مدة 5 سنوات وانت تستعمل في حالة الطوارئ اللي معناها هو حالة استثنائية في القانون، يولي وقتها معناها محل استفهامات كبيرة، خاصة أنه تم استعمال هذا الحق كما قالت المنظمة لتعسف ضد مواطنين في مداهمات بدون أذون قضائية. حالة الطوارئ هيش اختيار، حالة الطوارئ هذه إجباري بالنسبة لتونس. مستقبل تونس مرتبط ارتباط كامل بأمنها، وحالة الطوارئ هذه هي اللي تساعدنا باش نعملوا الأمن. اليوم العودة تاع الدورة الاقتصادية، عودة السياح، عودة الأمن بين المواطنين، الإرهاب اللي يلزم يوخر كل جاي من تحسن الأمن، وتحسن الأمن فيه ضوابط، من بين الضوابط هي حالة الطوارئ. معناها ما نجموش نخلطوا الأمور، فما الأهم والمهم كما يقول رئيس الدولة. معناها اليوم هذا أهم حاجة، يعني أنت حسب رأيك الأهم هو الأمن قبل الحرية؟ لا لا لا، مش هذا اللي قلت، مش هذا اللي قلت. أنا المعادلة الزوز من بعضهم ما يجيوش، الأمن والحرية ما يتخالفوش، ولكن أنا ما قصيت عليه مزيد ما كملش. هذا ما يمنعش أنه يلزمنا إذا فما أي تجاوز من أي طرف كان هذا نعالجوه، ولكن مش على خاطر فما يمكن تجاوز من هنا ولا من هنا نعاود نحطه معناها على الطاولة مشكلة التوارق وكأنه معناها مشكلة ثانوية. لا، ما نحن عملنا الدستور وحالة التوارق بالقانون هذه مخالفة للدستور، بالتالي معناها اليوم يا نحترموا هذا الدستور ويا قال حالة التوارق مخالفة للدستور. أنا قلت أنا نجم نعطيك معناها بالقانون، معناها فصل 80 من الدستور بالقانون نقول لك هذا مخالف الدستور.
هذايا انا ما نظنش انا لا مش ظن هذه معلومه مش قاعد تخمين لا ما نظنش هذايا ما نظنش انه كل السلطات نتاع الدوله تاخذ في قرارات ضد الدستور هذا من انا ما نظنش ويظهر لي فما جدل قانوني بين الاخصائيين وانا مانيش باش ندخل فيه مانيش نرجع نقول لك مش تخمين سيد الوزير مانيش اخصائي انا شوف هو الجدل القانوني وين ينجم يصير ومانيش مختصه في القانون يعني لكن هو الفصل 80 من الدستور يعني انه يقول انه رئيس النجم يعني عن حاله الطوارئ لكن هوني المشكل وين حاله الطوارئ شنو فيها بعض من الفصول اللي هي تمس ممكن من الحريات مثلا كيف ما صار وقت رينا مداهمات للمنازل واقتحام منازل في اطار مكافحه الارهاب وفي اطار عمليه الارهابيه كل في اطار هي ما تمسش من حريه التنقل حاله الطوارئ الا في حظر التجويد لا فيها قيود حظر التجويد حظر التجول حتى على قيود حتى على قيود التنقل التجمهر على قيود مش حتى في حظر لا مش حتى هذيك الوالي عنده صلاحيات انه ينجم يعلن انه مثلا يوقف حظر التجويد على الشاحنات والعربيات في وقت معين وكل ممكن انه لكن هذا مش قاعد يصير صار حظر التجويد تجول في وقت اللي صارت العمليه الارهابيه وقت اللي صارت اخر مره حكيت الأمن الرئاسي في محمد الخامس لكن فما بعض الفصول في قانون حالة الطوارئ اللي هي تقيد من الحريات الخاصة وتقيد من الحريات العامة والخاصة الكل التفتيش الاقتحام الدخول إلى المحلات أنك تمنع تنجم تمنع اجتماع تنجم تمنع أي تظاهرة بأنك تقول أنه هي نجم تمس من الأمن العام دونك جيت تضارب هوني مع بعض الفصول في الدستور هو اللي هي حق التنظم اللي هي حق تنظيم اجتماع اللي هي حق التظاهر اللي هي العديد حالة الطوارئ مبنية على نص قانوني مخالف للدستور هذا ما هوش تخمين نرجع نقول لكم هذا لكن الدستور ينص هذه مسألة من أفتى فيها الخبراء القانون الدستوري نص أنه رئيس الجمهورية يمكنه أن يعلن عن حالة الطوارئ لمدة 90 يوم وبعد يمدد فيها كل مرة 5 سنوات تمديد على كل 80 الفصل 80 من الدستور شوف هذا الجدل هذا موجود 30 3 مواد 3 مواد الجدل هذا موجود حتى في أكبر البلدان الديمقراطية في العالم واللي عندهم أكثر منا تاريخ كيف شكون سيد وزير عامل 5 سنوات حالة الطوارئ كيما فرنسا توا فرنسا عندهم في جي بيغا توا عندهم سنوات ويمشي ويرجع يقف شويه ويرجع وفما جدل ايضا بين الناس اللي تدافع على الحريه والناس اللي تدافع على امن البلاد ولازمنا نعرفوا اللي هي معادله صعيبه شويه في بعض الاحيان على خاطر كيما انت توا ذكرت فما ساعات معناها لا ليميت فلو معناها ما بين اثنين ولكن اثنين حاجه تنميهم الحريه هذايا مكسب ولازمنا نحافظوا عليه ولكن الحريه زاده ماهيش مطلقه والامن هذايا زاده ما نجموش نبنيو بلادنا وبلاد امنه بلاش امن ولهذا حاجتنا باثنين وعلينا احنا باش نلقاو طريقه باش نستتبوا الامن ما غير ما نمسوا الحريات وهذه المعادله اللي لازم نحققوها في اي لكن عامه الناس زاد يقول لك انا اعطيني الامن اليوم ما حشتيش زاد باش تقول لي حريات وحريات لا ما تنجمش تقول عامه الناس يقولوا هكا عامه الناس بالطبيعه يقول لك عامه الناس يقول لك اعطيني معناها الامن وما تعطينيش الحريه لا مش ما تعطينيش الحريه لكن بالحرية. انا حاله الطوارئ ما قلقتش ما شفتش عباد اليوم تحتاج ثم اليوم ثم هاي منظمه دوليه تقول لك اليوم ثم تجاوزات قاعده تصير منظمه دوليه حتى فما من اهم قبيله شكون منظمه العفو الدوليه اليوم تحكي على الخطاب التحريضي في تونس في الاعلام اذا انت باهي انه نكونوا موجودين المنظمات انا حقوقيه ونمن بحقوق الانسان ونمن بدور منظمه العفو الدوليه لكن الكونتكست في تونس راهو الناس اليوم محتاجين انهم يكونوا في امان محتاجين انه يعني تكون فما رقابه كبيره ياسر احنا في حاله حرب على الارهاب دونك قانون محتاجين للاثنين للامن وللحريه وهذيك علاش المعادله الشعره اللي بيناتهم ما يلزمش تتمس محتاجين للاثنين ونحب نقول اللي زاد يلزمنا على الاقل في المواضيع هذه نعطيه شويه ثقه للمؤسسات بلادنا رئيس الدوله ولا رئيس الحكومه كي ياخذوا قرارات بالاهميه هذه راهو ما تدخلش فيها حتى جدالات لا سياسيه ولا غيرها معناها قرارات عندهم تقارير تجاوزات ما عادش نحكيو على ثقه شوف التجاوزات الاشخاص هذه ديما موجوده في البلدان الكل المفيد انه ما يكونش متجاوز مقنن وسياسي ومؤسساتي كما كان عندنا قبل هذاك اللي اختار اليوم فما عبد ولا اثنين يغلطوا نعاقبهم مش مشكل ولكن المفيد انه بلادنا بلاد حريه اجمالا الناس مازالت تغلط أراه في كل البلدان هذه أنا المهم أنه على الأقل في المسائل الأمنية يكون فما التفاف وطني ما نكونش فيه تجاذبات ونعطيه ثقة للمسيرين متاع البلاد متاعنا خاطر هذه مسائل مهمة جدا طبعا نعطيهم الثقة مع حفظ كرامة الناس زادة مع حفظ كرامة الناس أنه ما تكونش فما تجاوزات خد ساعات تصيب زادة بعض التجاوزات باسم يعني حفظ أما كان خدوة زادة يرجع الإرهاب معادلة هي صعيبة في حرب أهلية ما عادش نحكيو على الحرية وقتها
أنا من نشوفش على حرب أهلية في تونس ديما نرفض الحديث عن حرب أهلية في تونس، لكن زيد المعادلة كيف ما قلنا صعيبة، يجب المحافظة منا ومنا على الأمن والمواطن. ياسمين قبل ما نشكروك على الأخبار هذه، ثم تحيين على المعطيات في خصوص تقديم طلب ترشح البلديات. اليوم نحكي كما قلنا على النهار الثامن وآخر النهار آخر الأرقام تحيين. قبلنا قلنا 1741 حتى المعطيات متاع القائلة من تقديم ترشحات للانتخابات البلدية، توا حسب أرقام ديزي للخمسة متاع العشية عن 1925 قائمة ترشحت وقدم ترشحها للانتخابات البلدية. تقريبا زادوا. تقريبا. صار وصلوا 2000 خاطر آخر وقت هو 6 متاع العشية اللي زي تقبل ترشحات حتى يمكن فاتوا 2000. هذا الرقم اللي كان متوقع 2000. إن شاء الله. على كل شكرا لك ياسمين، يعطيك الصحة على حصلت أهم الأخبار. راجعين لحدث هذا اليوم بعد الفاصل مع ضيفنا سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي.